أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. من اجتماع كارم بورسن مع عدد من النجوم الإسبانيين ليلة أمس، ومنهم لاعب كرة القدم الشهير مارسيلو، والذي قام بمتابعة كارم في حسابه على الإنستغرام، وأيضا تابعه كارم. Fasin, Fasin, we really love you. We love you. My friend. We're gonna do great things together. See you soon, bro. And also about the production company. Karam is super super. وجميع الذين قابلوا كرم قاموا بالتغريد عن كم أحبوه، وقالوا إنه لطيف ومحبوب، وشكروه على لطفه. وأيضا صرح كارم بورسن إنه يريد تجربة الاستقرار في إسبانيا، حيث إنه يبحث عن منزل الاستقرار فيه، وقال إن لديه الكثير من المفاجآت، ومنها لديه دور صغير في فيلم سيقوم بتصويره في الشهر القادم، ولديه أشياء أخرى سيفصح عنها في وقتها. وبعد حضور كارم بورسن إلى إسبانيا من أجل حدث أولافارس الذي كان كارم بورسن ضيفا فيه، جذب حضوره العديد من الصحف حول العالم، وكان حديثا يتصدر أولى المقالات، حيث أشار الجميع بجماهيريته هناك وحضوره القوي، فضلا عن موضوع الحدث أصبح الرقم واحد عالميا.